رودولف دعاني على المواجهة وأنا رح أقول له: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. اليوم علقتك صعبة كتير يا رودولف، ما يعني ما خرج أنا حدا يزركني، أنا على الديك وجاهز للمواجهة. يلا قول يا رب. كل الاحترام. علي الديك، اهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت انترناشونال ال بي سي اي، وطبعا عبر صوت الغد استراليا. يا اهلا فيك، يطول عمرك. خلي لي اياك يا رودولف، اهلا وسهلا. فاينلي طلعت من الحجر تبعك، يعني صار لك اكثر من 5 شهور حاجر نفسك بالبيت. اكثر من سنه. اكثر من سنه، من يوم من 14/2 يعني الماضي، 14/2020. برافو عليك. من وقتها يعني طلعاتي يعني قليله. خويف؟ في يقول عنك خويف يعني؟ لا ماني خويف. شو؟ حريص على الاخرين، ما بدي ضر حدا، ما بدي اذي حدا، ما بدي انأذي واذي اللي بيحبوني. يعني طلعاتي كثير محدوده. علي ما اشتقت تطلع على الناس، ما اشتقت تحكي معهم، ما اشتقت تغني، ما اشتقت تعمل حفلات؟ لك اشتقنا لكل شيء، بس يعني بعدك بتعرف تعمل حفلات؟ بعدك بتعرف تشوف الناس؟ لا ما بعرف. نسيت او نسيت. لا لا اقول لك شغله بدي احكيك، يعني اكيد اشتقنا نوقف على المسرح، واشتقنا نغني، واشتقنا نشوف هالجمهور الكبير. الله سبحانه وتعالى بده يحسسك بنعمته كمان، يعني لازم تحس بالنعمه اللي كنا عايشينها نحن. صحيح صحيح. يعني كنت تشوفك اخذينها فور جرانتد، كنا اخذينها هيك، كنت تشوفك العبطه والبوسي وتروح تاكل هون، وبالاخير احزر شو الواحد فينا يضل يطلع مطاعم وسهرات ويسافر ويرجع ويطلع اخر شيء شو هالعيات هذه ملينا وزين. هاي تفضل تفضل. كنا عايشين بنعيم، كنا عايشين بنعيم قبل طبعاً. كورونا طبعا. كورونا غيرت كثير علي، غيرت الدنيا، غيرت الكون كله، وجهة نظر العالم بالكون كله تغير. من ورا هيدا الفيروس. لك تغير كل شيء. اعطيني شيء صار مثل الاول، اعطيني شغلي بس وحده، بس وحده بالاول، غير بس انه ضلينا بنحب بعضنا يعني. طيب محجور على الديك من سنه، بس عم تتلاقى باصحابك باخواتك؟ لك شغلي من فتره يعني طلعت يومين ثلاثه بس عند حدا صاحبي وعامل بي سي ار هو وكذا، وانا سهران عنده، شفت واحد يعني كنا عم نلعب ورق فبعرفهم عاملين، يعني هذول 4 عاملين بي سي ار. ايه فواحد منهم عمل هيك. انا كيف عمل؟ هيك عم يلعب بالورق، فانا معي شافوني هيك فانا ثاني يوم على السريع من الصبح بي سي ار. بعد يومين بدي ضحكك اكثر شيء، اول مره كنت محجور اول كورونا، اول 15 يوم بتعرف كانوا يقولوا 15 يوم، هي طلعت 4-5 ايام ببين الموضوع كله. اوكي ف 15-16 يوم ما شفت حدا بالعالم. اجى واحد صاحبي كمان قال لي ما عم شوف انسان، ونازل يعني جاي صديقي كان يوم تو قالوا انه بعكار صاير جاي لعندي من عكار، فقعد عندي بعد ربع ساعه فقع عطسه، خلعني عطسه، الرزاز ضرب بالباب، انا هوني ازرقيت، صرت كل اول فكل يوم كل يوم اتصل فيه طمني عنك كيفك، انا ما عم بسال عنه، انا ما هاممني، بس انا بدي اعرف صار معه شيء. قال له لحسين، اتصل بحسين خيي، قال له وحياتي ابني اخوك ما عم يتصل لانه بيحبني، عم يتصل بس ليشوف معي كورونا. شابني لك متى قد ايه بدنا بعد ترجع حياتنا الطبيعيه اللي كنا عايشينها؟ شو توقعات على الديك يعني؟ شو بتقول بعد قد ايه؟ نحن شعوب بلا مخ. لا بمخ، بس اللي طلع معي انه نحن شعوب منحب الله كثير ومنحب الدنيا ومؤمنين، كل الناس على فكره. وتوقع يعني تخيل هلا بعد هلا بس ترجع الامور ان شاء الله بتشوف الدنيا بدها ترجع السهر والحب يعني اذا منحب الله ومؤمنين نعم. وعم بيصير فينا كل هيدا الشيء، كيف لو ما منحب الله ومش مؤمن شو كان صار فينا؟ اذا احب الله عبده فابتلاه. فنحن الله سبحانه وتعالى لانه بيحبنا عم يبتلينا. نعم. وان شاء الله يا رب يعني الله يرحم اللي ماتوا بهالمرض واللي فقدوا عالم والعالم دخلت على المشافي، بس انه يعني في كثير ناس مش مصدقين انه في كورونا بالاصل. يا هودي تعرف شو انا بيضحكوني هودي كثير، ها يعني انه يعني كيف بيخلي واحد ولا واحد صاحبي، لو قلت ايه ما ضل واحد بالكره الارضيه غير يعني كيف ولا واحد صاحبه، عرفت؟ فلا يعني
كورونا موجودة يعني شفناها يعني. طيب علي تسجلت بمنصة اللقاح رح تعمل الفاكسان رح تعمل والله ناطر ليجي بالشو اسمه ما بدي سجل مشان ما أخذ دور حدا أهم مني إن شاء الله بكرة بيبيعونا هو بيع عم نشتري مشترى يعني ما يا أما يعني يا بدنا نضربه هون يا بدنا نطلع عشي مطرح نروح نضربه يعني أكيد ما في بس مجال رح تعمله رح تضربه أكيد أكيد ليش يعني علم هيدا علم في كتير فنانين ضد الفاكسان في كتير فنانين عم بيطلعوا بوعدك بوعدك بعد فترة تشوفهم عم يعملوا الفاكسان هنهم هنهم بده يعملوا لأنه أكيد يا حبيبي علم علم يعني ما يعني شيء بده ينجيك من مرحلة يعني شيء تعبك إذا ما موتك بتعبك بالمشفى إذا ما تعبك بالمشفى بتعدي أهلك أخواتك أصحابك ليش ما تعمله خليني أشكرك اليوم لأنه خصيتنا بهيدا اللقاء علي وجيت طبعا. من الشام كنت محجور صار لك قد إيه بالشام وجيت من الشام على بيروت تصور الحلقة اليوم نعم. بس فت على بيروت علي شفت بيروت بعدها مثل ما هي شفت لبنان بعده مثل ما هو لك يعني أنت عايش بلبنان كتير قلك شغلي مشان ما تفكرني عم جاملك بيروت هاي البلد يعني إذا مرضت شوي ما بتموت هاي البلد طبعا. عظيم جميل هو عم يضحك مش بتدخل يعني مثل ما بحب الشام بحبها لبيروت بس دخلت على بيروت كانت بعدها عم تضحك لك فتح قلبي خلص فتح قلبي شفتها شفت شفت البور هلا عم بحكيك من فوق أنا من تحت من تحت وقت الحادثة تحت أنا قبل هالمرة أجيت تفرجت عليه وحزنت جدا وأنا كنت وقت اللي صار موضوع البور كنت بالبيت يعني إسا كنت هون كنت جاي على لبنان وقعدت ببيتي وأنا قاعد على الشباك هزت هز الشباك فيك أكيد لا أنا قاعد على الكرسي هزت هزتين عملت لك كأنه في زلزال البنت المساعدة عندي بالبيت قلت والله كأنه في زلزال فأنا من بيتي ببين البور وشفت لك الدخنة طلعت والصوت موضوع محزن الله يرحم اللي ماتوا فيه يعني يا رب الله يصبر أهلهم الله يصبر أهلهم شيء مصاب كبير يعني شيء ما بتتوقعه شيء ما بتتخيله بتعرف ليش ما بتتخيله لأنه ما في حرب يعني هلا لو في حرب كل شيء بتتخيله مية بتخيل يصير انفجار بس إنه لحنا بسلام وبأمان وطلع هالانفجار فهيدا يعني أوقات بشوف حدا عم يعرضوه بهالبيوت اللي راحت هالختيار اللي قاعد بالبيت وشبابيكم بشوفهم يعني بيلووا لقلبك بيعصروا لقلبك انه متمسك ببيته يعني طالما عم تحكي عن الانفجار وعم تحكي عن اللي صار فينا بلبنان بدي احكي انا وياك بالسياسه اللبنانيه مع انه انت سوري الجنسيه بس عايش ببيروت وعندك ممتلكات اسم الله عليك الله يزيدك الله عندك ممتلكات ببيروت بدي احكي انا وياك عن السياسه اللبنانيه مين ورا هيدا الانفجار؟ لك يا رودولف بدي اقول لك شغلي بس انا مشان بقى اكون على الديك بجوز انا بداخلي اللي بداخلي انا بحتفظ فيه انا اولا واخرا ببيروت وبلبنان كله انا ضيف وعلى الضيف ان يحترم نفسه للاخير يعني انك تيجي انتوا بتحكوا انا الحين انا هذا موضوع انا اللي بداخلي انا بزعل وحزنت وانقهرت وبكيت إذا حكيت رأيك بتكون مش عم تحترم نفسك؟ إذا حكيت أنا تدخلت ببلدك بكون أنا بكون هوني أنا صرت بجوز يطلع واحد من اللي بدي أحكي عنه يقول لي أنت شو دخلها؟ لك أنت شو حشرك بموضوعنا؟ روح خليك ببيت أهلك مثل ما أنا بكره حدا يحكي على سوريا من برا سوريا أنا ما بحب حدا يعني إذا هلأ أنا حكيت عن سوريا بكون أنا بزعل منك بتحكي بالخير لأنك أنت ما بتعرف اللي صاير فيني أنا هونيك أوكي أنت بجوز تحكي شيء ما بتعرفه فأنت ابن البلد أنتوا بتعرفوا شو عم بيصير أنا الله يحمي هالبلد ويحمي شعبه ويحمي جيشه بس إيه علي بس أنت وأنا ما عندي تفضل بس قلت إنه علي ديك يعني في بلبنان جورج وسوف وفي سلطان الطرب اللي بنوجه له 100 تحية يا حياة وفي علي ديك هو نعم. الفنانين السوريين الوحيدين اللي عايشين بلبنان واللي بنعتبرهم نحن منا وفينا يعني الله يطول لي عمرك فعلا بنعتبرهم إنه لبنانية بس بباسبور سوري عندك ممتلكات كنت تعمل حفلات بلبنان المصريات اللي بيطلعوا من حفلاتك بلبنان تحطهم بالبنك بلبنان غير عن حساباتك بسوريا رح احكي عنه بعد شوي مثلك مثل كل لبنان تضررت كمان من المصارف نعم يعني ازمه الغلا ضرتك ازمه الدولار ضرتك ازمه المصارف ضرتك يعني مثلك مثل كل لبناني نعم عم بتعيش نعم يعني لك قلت لك انا
في انا بقلبي الحزن، انا علنا بعلنه لحزني على اللي صار. اوكي. بس اما وجه نقطه اتهام لحدا فهي بتكون كبيره علي انا، ما بيصير. طيب خليني قلها. اوكي اوكي. اما انا اما الشيء الثاني على البنوك وعلى اللي صار كمان، يعني يعني بتعرف انت ما فينك تحمل مصرياتك وترقد فيهم من هول، يعني ما في بنك، في بنك يعني بدك تعمل حفله هون ما فيك تطلعهم على سوريا تحطهم بحسابك سوريا، بتحطهم بالبنك هون. وعملت بسوريا بتحطهم بسوريا، عملت بلبنان بتيجي بتحطهم، يعني ما بالاثنين. لا 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 شو بدي اقول الكلمه انا؟ ايه اذا انا بدي اقول الكلمه بالاثنين شو صار؟ بالاثنين بقول له لا بالاثنين. لا انا ليك لا لك شغله مشان اكون بقى معك صريح. بسوريا من شهر. طيب خلينا نحكي شوي، خلينا نحكي شوي. خليني اقول لك قبل ما احكي، قبل ما احكي. مليون و300 الف دولار حولتهم للعمله السوريه لانه انت عندك ايمان انه بدك تدعم الليره السوريه. مليون و300 الف دولار. شو يعني شو شو يعني شو صاروا؟ مليون و300 الف دولار حولتهم لليره السوريه. نعم. قد ايه صارت قيمتهم اليوم؟ شو ما عادي. اللي قد ايه صارت؟ على البلد الوطن شو قدمت انا؟ ما قدمت شيء. شو قد انا؟ قد ايه صارت؟ صاروا 20 الف 30 مثلا. يا حبيب القلب يا حبيب القلب، قد ايه صارت قيمتهم اليوم؟ 20 30 الف ما في. اوكي. بس لاقول لك شغله، الوطن في عالم قدمت روحها، فانت اذا قدمت شغله والله بيعوضك من غير جهه، يعني وين المشكله؟ يعني يعني اعمل بس انه تخيل انت بعد كل هالازمه، طبعا انا حاطط يعني بسوريا حاطط هيك وهيك. من شهر والله يعني اذا ما شهر شهرين مش لاني حلفت. طلبت مصاري بالبنك بسوريا، يعني كنت عم اشتري شغله 50,000 دولار قبضتهم بالدقيقة، ايش جابوا لي وحياة هالوقت بسوريا. نعم. تفضل هاي مصريات. طيب هون نزلت على البنك وطلبت مصريات، قد ايه كان في بحسابك بالبنك؟ هلا شو قد ايه كان في بحسابك؟ مرق الا مرق، خلص شغلي صارت. بس رح لك شو صار. فوق الأربع مليون؟ ما بقى لا لا فوق يعني الأربع مليون خلص صار. هلا اشتريت عقارات، زبطت حالي منيح 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 بشرفك. لك انا اكلتها متني مثل غيري. اكلتها يعني تحيلت على البنك؟ ما تحيلت، تحيلت على البنك. لا خلاص انا تحيلت، هو تحيل علي. انا بتعرف شو كنت اسوي؟ شو كنت تسوي؟ كل مدراء البنوك اصحابي اصحابي، وانا حاطط عند واحد، يعني انا بدي احط مثلا، قلت لك ما فينك تحمل مصرياتك وترقد فيها. علي الديك نزل على المارينا دبي اشترى. لك لا 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 ولك ما مش اشترى ولا لا انا رفق يعني اعطيني اعطيني بشرفه. لا انت شوفها انت سكتها. علي الديك ما بيجي بلا اورك. ايوه اي نعم. هذا مارون روحانا، الشاعر مارون روحانا، يعني كتب لي هالجمله، بوجه له التحيه بقول له جنيت وصرت من الخود وصار راسم تنك مفخود، جنيت وصرت من الخود وصار راسي متنك مفخور، أول مرة بحس بعمري بيقرطني البنك ببيروت. كتير قوي على الديك. ايش العيدي بشرفك ها؟ طيب أول مرة بتحس بعمرك بيقرطك البنك ببيروت. تعرف شو أحلى شيء؟ لحظة بس أحكي لك، بس مشان ما أقطع ما أقطع لك سلسلة أفكارك. عندي 20 مدير بنك اصحابي، كل ما حكيت مع واحد حسينا شمينا ريحه الشويط لحنا شمينا، بس انه اتصل انه انا مصرياتي ما عندك عندي فلان، فانت بتقول لي صاحبي وانا وياك بنتعشى وبنسهر وبعمل لك حفله. الو حبيبي رودولف. لك حبيبي عم بسمعك. اوعى اوعى دير بالك بالدولار انت بامان. قلت له طيب يا حبيبي يا حسين. يقول له حسين خلص حبيبي هيك عم انت، هذا ما له علاقة. 20 واخر شيء اتصل فيني واحد قال لي ورحمة بيي، انا بيي حطيت له كنت مصاري بالبنك اكلتها. يعني قديش ما كارثي كارثي كبيرة كارثة كبيرة. ضحكوا على المدير، بقول له المدير ما بيعرف. ضحكت انت على البنك ورحت سحبت مصرياتك شريت فيهم شقق. انا ما ضحكت على البنك، يعني انا اشتريت يعني هربت مصرياتك. ما هربت، طلعت مصري. شو كيف بدي اهربوا؟ ليش يعني تشكيت ورحت اشتريت يا خي عم اشتري. طب طب شو انا سارق كل مصرياتي؟ علما اجاني حدا اول لازمي انه خي منا تدفع عليهم، ما بعرف شو الاخبار، انا ما بحب الاخبار. بس انه رحت اشتريت. طيب علي، عدد كبير من نجوم لبنان نقلوا اقاماتهم على دبي، يعني راغب علامه، فارس الغناء العربي، عاصي حلاني، ملحم زين، زملاء بالكار يعني. الغريب انه علي الديك سوري
مش عايش ببلده، عايش بلبنان وببلدي. لا اثنين لا انه قصدي انه عايش بسوريا وبلبنان. نعم. يعني منك انه عايش بس بسوريا. طبعا طبعا عايش بسوريا وبلبنان. نعم. وحتى بظل الظرف اللي نحن عم نمرق فيه اليوم، خلينا نقول انه علي الدين كمان عنده بيت بدبي، ما رحت على دبي عشت هناك. شو بعد يعني شو بعدك عم تعمل عنا وبسوريا؟ بدك اقول لك شغله، الوطن وقت اللي بيكون فرحان انك تكون معه ووقت اللي بينوجع تتركه، ف زملائك فلوا يعني ما فلوا ليفلوا على الاخير، اكيد بده يرجعوا. بجوز هلا ليريحوا لهم شهر، اكيد ما بيتركوا وطنهم يعني. اكيد راحوا يقضوا لهم شهر يعني، عندهم شغل عندهم شيء. ما في شغل، كورونا مسكر. انا عم بحكيك الوطن يعني، مثل ما كنت هون قضي 20 يوم هون قضي 20 يوم بسوريا. انا الشغل يعني شغلك بدك تروح وتجي. بيب. عندي بيتي هون وبيتي بسوريا. وعندك بيت دبي ما بتقعد فيه، فما فينك ما فينك تترك يعني سوريا. كل الحرب اللي صارت بتركها شو يعني؟ شو بارك الله فيني وقت اللي بدي اجي عليه يعني؟ بس وقت كانت فرحاني بدي اجي. فاكيد اللي عديت لي اياهم مع احترامي يعني، اكيد راحوا يقضوا لهم شهر شهرين بده يرجعوا يعني، ما يعني ما رايحين ليعيشوا ويستقروا يعني. تنحل الازمه. اوكي طيب، بشؤون لبنان ما بتحكي على راسي، بشؤون سوريا بتحكي؟ لك كيف ما بحكي؟ ما بحكي غير بشؤون يعني بلدي يعني. هلا اذا بسالك حيلا سؤال بالسياسه بتجاوب ترد عادي؟ سياسي؟ ايه؟ شو سياسي يعني؟ بالسياسه السوريه. ليش انت مفكرني انا بحكي سياسي؟ ما بتحكي؟ عمالك لاقول لك شغله رودولف، انا وقت اللي بحكي مشان بقى اكون معك واجيلك، انا مشان ملف وين دينتك بتقول لي ليك، خليني اكون معك فرض ضربيك صريح. طيب علي علي، الراي العام مقسوم على علي الديك، منهم بيعتبروا علي الديك وطني بامتياز، ومنهم بيعتبروا علي الديك بوق للسلطه السوريه بسوريا. انت شو بدي اقول لك شغلي؟ وقت اليوم انت بتحكي عن، انا عم بحكي عن 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 ايماني بوطني. طبعا انا ليك لاقول لك شغله، ما عندي اي مشكل ليك، ولا بعرف بالسياسه ولا بفهم فيها ولا بدي افهم فيها يعني، لو بفهم فما بدي افهم فيها ولا بتخصني باي بلد. شايف هذا لبنان؟ لبنان العظيم الكبير الحبيب. انا اصدقائي لبنان من بشره للجنوب، من البقاع لبيروت. انا ما عندي خلاف، ما عندي خلاف مع حدا يعني، انا ما عندي خلاف مع حدا لا هون ولا هون. انا ما بعرف بهالقصص، الله يحميهم والله يثبت لهم خطاهم على شيء يقدم للبلد. اما اذا عم تسالني انه حكيت بالسياسي، انا ما حكيت. انا بحكي وقت بتحكي، انا حكيت عن ايماني. شو بس دفعت حق مواقفك عليه، حق مواقفك ودعمك لرئيس سوريا ووجعك راسك كذا محل، قال لك شغله وانتقدوك كثير وهجموك كثير ووقفوا لك حفلاتك هجموا حفلاتك. بدي لك شغله، قول اللي كرامتي. انت عم تحكي عن الشغل والحفلات. طبعا طبعا انا كرامتي اكبر من شغلي بكثير، واكبر من شهرتي، واكبر من فني. كرامتي هي من كرامة السيد الرئيس عندي ببلدي يعني. انا عم بحكي مع احترامي لكل اللبنانيين ولكل العالم العربي، انا ما خصني هون بهالبلد، الله يحميكم جميعا. بس اما انا كرامة رئيسي فهي من كرامتي، ووقت اللي انا عم بحكي عن السيد الرئيس مشان اكون معك صريح يعني، انا كنت عايش ملك ببلدي ولساتني عايش ملك ببلدي وغيري عايش ملك ببلده، فلحنا مواقفنا مع الحق ومع السلام. بديك تشوف الفيديو. بديك تشوف الفيديو. نعم. نرجع نحكي انا وياك. نعم. فيديو. سكروا الطريق. يلا يلا. ليلة راس السنة وتحديدا بألمانيا صار في مظاهرة ليمنعوا الناس يصالوا على حفلة علي الديك. نعم. صحيح؟ نعم. ليه؟ ما يمنعوا، لا فين يمنعوا؟ عملوا عرقلوا. لا عملوا يعني عملوا مظاهرة، بس في طلعوا صار يقولوا انه الغيناها. طبعا هلا بتنزل الفيديو الثاني انت كمان اللي الحفلة كانت كومبلي. طبعا طبعا. اوكي بس طبعاً. هول التحركات خليني اخدمك. أكيد في عالم بدها تكون وجهة نظرها غيرك، بس أنا بأسف ابن بلدي يعني. أنت ليش يعني؟ أنا شو عامل لك أنا؟ أنا عم قلك لا بدي أقتلك ولا بدي حاربك
ولا بدي منك شيء غير انه نرجع على هالوطن ونعيش سوا. الوطن ما بينبنى غير ايدي وايده عليه. انا وياهم بدنا نبني وبدي يرجعوا على الوطن وفاتحين. يعني هلا الدوله السوريه فاتحه، طيب تعالوا رجعوا، تعالوا نعمر، تعالوا نسوي. وهلا اللي راح في عالم ما بتحب ترجع، في عالم بتحب ترجع. طيب علي، فعلا فاتحه الدوله السوريه الباب قدام كل منتقد كان عمل. انا ما بكذب، دير بالك انا ما بكذب. انا وقت اللي بحكي معك كلمه بتحط حلقه بدانك اذا بتريد. يعني هلا بسمي لك اسماء بتقول لي اهلا وسهلا فيهم بسوريا ويطلعوا على مسؤوليتك. اسمع 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 بس لحظه بس خليني اخدمك كلمه، مشان ما تسمي لي اسمين ثلاثه. بجوز بجوز هالاسمين، انا ما انا عم حكيك على عامه الشعب، ما عم حكيك على فرد. انا عم حكيك على شعب كامل. انا شفت بعيني يعني، وانت شفت، شوف المصالحات عم تجي العالم، ويعني عم تجي العالم وتدخل على البلد وما حدا بيحكي معهم، وعم يرجعوا على بلدهم وعم يرجعوا يعمروا ويعيشوا، في منهم عم يرجعوا يسافروا بس انه رجعوا. في كثير ما رجعوا على بلده، يعني يعني جمال سليمان ما رجع على بلده، ما بيسترجي يرجع على بلده. والله هذه انا هذا الموضوع ما بعرف فيه، يعني ما بعرف لوين واصل فيه. وبظن هيك قناعتي انا، اذا بيطلع بيقول يعني يعني يوم انا اذا انت وخيك متقاتل، طب قديش ما حلوي انا ادخل وقل لك لك لا لك خيك بيحبك، وروح لعند خيك قل له خيك بيحبك، قام يصير تعلقوا وتشمتوا العالم فيكم. علي انا بعرف انه حي الله فنان لبناني بيكون طالع سوريا، اذا بصير معه حي الله مشكله على الحدود او على حي الله حاجه بسوريا، دغري بيحمل تليفون بتعرف من على الديك، على الديك مشيله اموره. ما بيصير معك، صار معك شيء مره انت كنت شفته؟ لا انا لا لا انا لا والله ولا حدا بيصير معه شيء. انا لا لا بس في فنانين طلعوا ووقفوا على الحدود ودقوا لعلي وعلي مشاهم. بس ما كان يعني كان مش هيك شغله بسيطه، يعني انه ورقه وانا عجبت ايه بس انه خلصت له الورقه فورا. خلصت لك، ما بدي مون سويه يعني، معقول ببلدي ما بمون؟ انا هون بمون. طيب بتمون انت ببلدك انه تقول لأصالة نصر اليوم تفضل رجعي على سوريا؟ انا لحتى اقول لأصالة نصر تفضل رجعي على مسؤوليتي انا على الديك. ليش لحتى اقول لك؟ لا لا عمالك عمالك بس ما اسمع. احضر الفيديو، احضر الفيديو، احضر الفيديو. انه ما اكون مدعومة من شعب أنا دفعت ثمن أماني أنا ثمن لراحته، لأنه أنا باختصار موقفي إذا له عنوان، له عنوان هو إني أنا خسرت كل الناس اللي بعرفها أو أغلب الناس اللي بعرفها مشان أوقف مع ناس ما بعرف ولا شخص فيهم. أكيد بحز بخاطري إنه أنا ما يكون عندي دعم كامل من الشعب السوري كامل، حز بخاطري كتير يعني، لدرجة إنه مرات بيجرحني ومرات كتير بيبكيني. أصالة مشتاقة وزعلانة وحابة ترجع على سوريا، بلسان عم تحكي. أنا بظن لك، أنا بعرف ما رح أحكي بس بعرف مدى علاقتها، يعني أنا شفت بعيني، شفتها بعيني لعلاقتها مع مين كانت قاعدة ووين كنت أنا، يعني بال 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 بالسهرة يعني بالمحل اللي كنت فيه كانت هي. هي امتى؟ ما فهمت. انا قبل الازمه يعني، قبل الازمه. اوكي قبل الازمه. ايه فهي عم تقول انه زعلانه، اكيد انا عارفه بدها تزعل اخر شيء، لانه ندمت، لانه هي لانه هي احنا احنا نحن ك يعني كسوريين نحن يعني فنانه مثل اصاله لا لا نحن بنحبها كثير، كنا ومن من منقدره كنا ايه منقدره ومنحبها كنا يا خيي. لكن وقت بدك تحكي انا كنا لكن بطلنا اليوم. لا ما مشان بطلت، بس انا قلت لك ما ترمي بلا يعني يعني الفتنة اشد من القتل. يعني انت اليوم عم ترمي انه انا بدي اوقف لك يا اخي. انا طيب انا علي الدي وهي عش على 15 مليون بسوريا مثلي، ما بدهم حرب يا اخي، ما بدنا حرب لك يا اخي، مبسوطين ببلدنا، مبسوطين بدولتنا، و47 ليرة كان الدولار، ودولة مشياني وطالعين، وبلشوا يعملوا هالمظاهرات وبلشوا بده يهدموا البلد، يعني مشان شو؟ 12 سنة على أزمة سوريا. نعم. صار لها الفترة الزمنية 12 سنة، مش صار الوقت نقول تعوا يا سوريين وين ما كنتوا بكل أنحاء العالم العربي وأنحاء العالم كلكم سامحين، الحدود كلها مفتوحة لكم، رجعوا عمروا بلدكم. هلا هي جديدة يعني عم تحكي لي حكاية جديدة أنت مثلا؟ دقيقة حكيناها صار لهم ثلاث سنين أربع سنين بيحكوا لك يا عمي. هي الأمن العام اللبناني ما عم تشوفه على التي في، أنت زلمة إعلامي عم يطلع العالم. طيب بيسترجوا يروحوا لك يا خيي؟ طيب ما شافوا؟ طيب هلا يعني أصالة إذا راحت ما بينتحروها يعني بتسترجي تروح؟ خليني أخدمها. هلا أنا موضوع أصالة يعني لأنه بجوز إعلاء، لأنه اسمه أو جمال سليمان أو مكسيم خليل أو يلا حدا معاه، لأنه اسمهم بالإعلام كبير، اسمهم الجماعة معروفين طبعا، فكلمتهم بتعلم. هذا الموضوع
ما انا اللي بقرر فيه يعني، اكيد في عالم اكبر مني، بس انا بقول لك شايف هاي المحنه كلها. بس انت فيك تتوسط لهم. ايه لا لا، شايف هاي المحنه كلها، هالمحنه هاي بقولها للعالم، وتذكروني ها، تذكروني لا 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 الصديق والخصم وال 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 انه البلد بدها ترجع، ورئيسنا قد الحزن والفرح، ما بيتركها تروح، وما تركها، ما تركها تروح، مثل ما شالها بالحرب. وامريكا يعني مع احترامي الشديد يعني، انا بقى خليني اكون معك صريح يعني، 133 دولة كانت ضده، وانا كنت اسمع الامريكي انه خلصت ولايته، وبقى رايس، غوندوليزا رايس، غوندوليزا ترامب، هيلاري كلينتون، اوباما، ساركوزي الحبيب، هلا ليكو محبوس 3 سنين الزلمه، بده يحبسوه. مين ساركوزي محبوس؟ الحبيب بده يحبسوه، حكموه 3 سنين، طلع الزلمه حرامي، عم يدافع عنا، طلع حرامي، يفضح حريشه يا زلمه، شو انه ممثل خارج تحطه بمسلسلات صح النوم؟ لا ممثل كبير، طلع حرامي الزلمه وعم تدافع، انت بدك تدافع. مع وقف تنفيذ ايه؟ مع وقف بجوز ما يوقفوا مثلا، انا عم بحكيك. طبعا طبعا. قال شو بعد شهر خلصت ولايه الرئيس. ايه انطرت شهر، قعدت بهالبيت العمى شهر، اول الازمه انا صدق قعدت هيك يا محمد، العمى بعد شهر رايح الزلمه، راح شهر اثنين ثلاثه اربعه خمسه سنه، العمى طار الزلمه، واجا بعده اوباما، واجا بعد ساركوزي، واجا ما بعرف اي واحد طلع بالعالم قال لهم انا هلق من هون بب بب بدي طيق. كنا اطفال، كان عمرنا 7 سنين، كنا نوقف بالثلج وبالمطر، وهي لل عنده آراء غير مختلفة عنا. لكن امبارح نزل غنية حسين الديك لسوريا، المعارضة والسوريين حطوها، أنا سوري بتشرف، صح حطوها المعارضة مع السوري، صباح الخير سوريا بيحطوها، دليل على أنه نحن مؤمنين بأرضنا، ونحن أصحاب قرار، ولا يمكن حدا يلويك ولا يلوي لك دراعك. أنا لأبناء وطني عم بحكي عن وطني، بدي رسالة لننهي الموضوع. لأبناء وطنك، لأبناء وطني الغاليين الأعزاء، معارضين والموالين، معارضين الموالين شو بدنا فيه، اتركوا هدول الجماعة تحصيل حاصل ما تحصيل، هدول الجماعة نفس الخندق أهلنا، هدول الجماعة معنا بنفس لا ما خندق، نحن منا لا المعارضين، نحن بالفضاء وهنم بالفضاء، ده المعارضين حبيبي. لا إذا ذبحتني رح تدخل رح تحقق نصر، ولا إذا لا سمح الله جرحتك رح أحقق نصر. البلد والوطن والما بتزينوا عروقه ما بتزينوا خروقه، لحنا وطننا هو عزوتنا، والغربي مضيع الأصايل، رجعوا ان شاء الله شو ما بدكم، بس رجعوا على الوطن، ما حدا رح يقدر يمحيها لسوريا. سوريا لك اقدم عاصمه بالتاريخ، كيف بدك تمحوها؟ رح ردك على لبنان، على الموضوع المحبه اذا بدك للبنان، وعن موضوع انه انت قد ايه بتحب من بشري لجنوب، من بقاع لشمال، انه بتحب صح كل شيء، بس هيدا الشيء ما انه مترجم على الديك بموقف، يعني مترجم هلا بالحكي، عم لك بحبه يعني ولا مرة شفت، يعني مش ولا مرة، لا أنا بعرف، بس حتى ألعب دور محامي الشيطان، ما أنك عم بتراعي ظروف متعهدي الحفلات بلبنان، وما أنك عم توقف حدهم، وما أنك عم تقبل تعمل حفلات بالليرة اللبنانية. يلطي من أيمن، مين قال لك هالحكي؟ كل طلب مثل هالطلب. فيديو. أول شيء بدي مسيكم بالخير خيي وحبيب قلبي الفنان علي الديك، الإعلامي المميز رودولف هلال صديقنا وحبيب قلبنا. عندي عتب واستضاح من خيي علي، أنا تواصلت معه برأس السنة وجربنا نوصل لاتفاق، وصراحة أنا دفعت رقم مالي كبير بالليرة اللبنانية، وعلي ما وافق عليه. هلا أنا بتفهم إنه علي كنا نشتغل معه ومع غير فنانين، كنا نشتغل دولار، نتفق دولار ندفع دولار، بس انا هون العتب او الاستضاح، انا بدي افهم من علي انه ما وافق على هيدي الحفله كرمال المبلغ المالي او كرمال سبب تاني. علي الديك متعهد الحفلات جورج لحود، نعم، برساله عتب اذا بدك. ليك الملعون عم يحكي كانه عم يحكي خطاب، برساله عتب. انا يعني عايش بلبنان، بيتك بلبنان،
مصروفك بلبنان، فاتورة تليفونك اللبناني بلبنان، وبدك تدفعهم هو كلهم على 1005، بس انت بدك تقبض حفلتك على ال 14000 اليوم. خليني لك ليك رودولف، لا انت ولا جورج لحود ما بتقدروا تحطوني بخانتي. إيه؟ عم بقول لك فاكت. انا انت جايب مدري منين متواصل معه. خليني انا اوصلك صديقي جورج. خليني اوصلك، ما بدك اوصلك صديقك. ليش انا ما صديقي يا ابو جريش؟ بس الملعون كيف ليك؟ لا اقول لك يا رودولف، انا هذا الرقم اللي اعطاني اياه بقول اسمع. لا بقول خليني اقوم عليك الدنيا. بقول قد الرقم اسمعني. بدك قول. ما بدك احكي. هو اعطاني رقم بس انا اجاني قد الرقم اللي اعطاني اذا بدي قرشه على الليره اللبناني مشان بقى وصله. اجاني قد الرقم اربع اضعاف اللي اعطاني اياه. اجاني بابيجان قده اربع مرات لانه بالدولار. ايه دولار. ايه لانه هو دافع 150 مليون. اسمعني اسمعني. 150 مليون ليترسني على الديك. اسمعني اسمعني اسمعني. 150 مليون كانت 100000 دولار يعني. ما بدك كفي؟ لا انا بدي اقول لك 150 مليون 100000 دولار. لساتها 100000 دولار. الساته 100000 دولار انا برايي بلبنان هلا. الساته 100000 دولار. كيف كيف حسب انا البنزين الجماري يعني ان شاء الله الله يكون معهم ويقدروا يقيموا بهالقصه. والخبز ما كتير غلي هلا، في مواد بيستثنوها من برا. بس خلا بقى لوصل لك انا برايي ال 150 مليون الساته 100000 دولار بعدها مثل ما هي. انا هيك برايي انا. أوكي. لانه اكيد وانت وحي الله. لا ما قبلت. وليه ما قبلت؟ ما قبلت اجاني بابيجان واجاني بدبي. بس يا ابو جريج يا حبيب الروح، انت بتعرف انه علي الديك اغلى شيء في الكون عليه هو بيه. وانا بيه يعني اذا بدك تعزه تفتح له عزاء مشان تقوم بواجبه، لانه هو بيحب الواجب وانا بحبه كثير. انا بيه منعت حدا يجي على العزاء. انا بدي اروح غني. لو يعطوني 100 مليار اعمل حفله يا عمي. انا ما غنيت، انا مسؤوله. انا عملت حفلتين خاصات وكنت مرتبط فيهم من قبل، بس اما حفله عامه وكورونا بدي اروح اعدي العالم. انا هيك كان كلامي. قلت له يا حبيبي يا جورج ولك حرام، وين بدي اروح؟ قلت له انا بدي ابلي العالم. يعني هلا اذا عملنا حفله والعالم انعدت خي وانا انعديت وعدينا البشر، طيب وين رحت؟ انا ما غنيت مشان المصاري، غنيت مشان ما ابلي العالم. أوف والله أوف والله والله. يعني كل النجوم اللي عملوا حفلات ليترسني بليون ناس. لا هلا كل واحد هلا بجوز في عالم بتفكر بطريقه. انا هيك كانت طريقتي. يعني انا ما مشان شيء، بس وحياة هالوقت يعني مشان بس ما يصير بلا. يعني لانه شفت الكورونا، شفت شو صار بعد الحفله راس السنه والميلاد. هذا يقول لي والله عملنا بي سي ار عيدنا الميلاد. هذا قلت لهم الله يستركم بعدين. يعني قل لي شو رايك بحفله عاصي حلاني وحفله ملحم زين وحفله يعني الشباب اللي عملوا حفلات بلبنان؟ كنت ضد انت انه يعملوا حفلات؟ لا لا لا، انا لحالي، انا ما خصني، انا بحالي. على كل واحد بيرسم هلا بجوز اني كمان ما مفكرين هيك. يعني كمان بجوز ما يفكر هيك. يعني انا هيك فكرت. تخيل انت انا خيفين. انا خفت على حالي وعليه. أوكي. وخفت عليك وخفت على امي. طيب برجع رحت لعند امي وعملت انا هلا يرجعوا يخلص كورونا. يعني مثل ما بدنا نعمل هون بهالبلد بدنا نعمل بسوريا. تقولوا لنا تعملوا حفلات ببلاش. رح تعمل. لك ليش ما بتعمل؟ جورج لك حفله ببلاش. لا ما لا جورج لمين؟ لا بروح لك جورج. عندي حفله لارض لبنان. لارض جورج. شو هو الجورج؟ جورج شو له علاقه؟ عمل حفله. انا خسرته ليترس السنه مالي عوض لي. هي عمل الزلمه ما قصر. يمكن طلع له من عنده ثلاث اربع كورونات. بس انا حزر. شو انا على لبنان؟ يعني انه نعيد لبنان ونعيد سوريا ونعمل له حفلات ونشجع العالم وهيك. ان شاء الله بتروح كورونا. بعمل بعمل لغا ما بعمل. جربني. قربوا لي على الديك لعندي شوي حتى نحكي بالأمور الفنية. عبر صوت بيروت انترناشونال LBCI وطبعا عبر صوت الغد أستراليا مكملين معكم بحلقة ما بتشبه ولا حلقة مع النجم علي الديك اللي منور اليوم ستيوريتنا. الله يطول عمره. عصبتك شوي بأول حسستني أنا ويا مهاب ولا سالم زهرة والجاي عم تسألني أسئلة إنه شو خصي بهالمواضيع هاي. أنا تفضل. أنت علي الديك. هلأ أنت علي الديك. هلأ حسألك. أنا كل عمري علي الديك. طبع. جاهز؟ لا ويا مهاب ولا سالم زهرة. لا يعني هدول هني اختصاصهم هذا. مع احترامي يعني هن اختصاصهم هذا المنحة. بس هلأ علي الديك اختصاصك الفن. أوه. رح أحكيك فن. هات
في عندك شيء، في عندك شيء سؤال ما بدك تقول لي رودولف ما تسالني ابدا، ما رح ارد عليك، ما رح اجاوبك يعني، ما بعرف لحتى تطرحه يبقل لك الغية، يبقل لك خلي شو صدقتني طيب. أنا العراف يعني. طيب اسمح لي علي قبل ما بلش بالفن أنا وياك، لأنه ذكرت والدك وقبل شوي، أول شيء بدي أعزيك، بدي أقول لك عوض بسلامتك، وإن شاء الله يا رب تكون نفسه بفسيح جنات رب العالمين. آمين. وبتكون ختمة أحزانكم أنت وحسين وحسن وعمار ومحمد وأحمد وهدى وريم يا عمري، وخالتك أم محمد فدوى، وأم محمد أكيد من عزيكم كلكم. تجربة صعبة تكسر. إيه شو أكسر؟ إيه والله بعرف انه رحيل الوالد علي ترك اثر كبير عندك، وبعرف انه ما في شيء بعوض هيك خساره. رساله من علي الديك، خلينا نحضر. مش بس امي تحت هالجنه، كانت الجنة بلمسة كفوفك يا أبو محمد. يا ضلع مني مشتاق بيي ترجع وشوفك، اشتاقت شفافي تقول يا بيي، ومشتاق اسمع يا علي بصوتك قديش قاسي فراقك علي، والله كسرني يا حلو موتك. سكر الموت بهالدني بابك، سكر الموت بهالدني بابك، بيي حبيبي يرحم ترابك. حنت لتكية راسك مخدي، وبعدها لهلأ طوية تيابك، يا ريت يبقى للموت مدي تخلص وشوفك بالفعل حدي، ولاقي إلهي عدني جابك. رسالة من الشاعر مازن ظاهر لروح والدك علي. طبعا انا ما عم بحط هاي الفيديو حتى تكون متضايق او حتى تكون مزعوج، بس هي تحية لروحه. بعرف انه ببرنامج سابق كان باتصال معنا على الهواء، وبعرف قد ايه كان بدك لينكس اذا بتريدوا شباب، معلق فيك وانت معلق في علي. في شيء بعوض الخسارة هيدي علي؟ جيبوا له ماي لو سمحت، جيبوا له ماي لعلي الديك. وقفوا التصوير. ما كان قاصد والله، منا قاصد ابدا، بس هيك منا قولي ماي لو سمحت يا شباب. ما قصدنا ابدا انه نزعلك، ولا بدي لا تزعل ولا تبكي ولا اجرحك، ولا اكيد بدي اعتذر منك ارجع على الهواء. وكانت هيك تحيه لروح الوالد، ان شاء الله يا رب برجع بقول لك تكون خاتمه احزانكم، لانه بدك تعرف يعني بكل شيء بتكون بطل، كل شيء بالحياة بطل، انت بتحقق كل البطولات، بس وقت بتفقد هذا الشخص بتحس حالك طفل صغير، لأنه هو وقت الكبر هذا البطل قدامي، صرت وقت الروح لعنده حسه مثل الولد الصغير يفرح هيك فيني، قلت له يا لطيف هذا البطل، يعني هذا جميل، بطل معيش العيلة، معيش البيت، معيش الأسرة، يفرح يقول له اجى علي، اوقات ما يقول له اجى حدا، يكون قاعد على كنبايته هيك بالصالون. عندنا لحنة التراس، وفورا بتدخل من التراس على البيت يعني ما بنسكر. فضل اسكت لا وصل لعنده قل له السلام عليك يا حاج يا لطيف، يقول لي
تحية لروحه أكيد علي، وإن شاء الله تكون ختمة أحزانكم. علي ننتقل شوي أنا وياك للفن، نحكي شوية فن. قلت لك شو بدك تسني عن يا بردان؟ لا بدي عن كل دياب مشهور غنى على فكرة، تعرف غنية يا بردان يا بردان؟ تعرف بعرف طبعا على العين مونة. بوجه له تحية لأنه من فترة شفت له شيء على الفيسبوك فكان عم يبكي إنه ما عم يعترفوا مين. الله يطول عمره. لدياب مشهور الأغاني هدو. طب علي، علي الديك اسم عمل نجم وعمل فرق بالأغنية العربية وتحديدا إذا بدك اللون الساحلي. نعم. مثل ما بنسميه. نعم. وكنت انت مربع على عرش هيدا اللون وما زلت، وتحتك منيح وصلت على ما زلت لانه لو لانه لو راحت على كنت بدي اخلعك واحد طلع من راسك. شو كنت؟ لا شو هذا؟ كنت وما زلت، ولكن مفارقة. نعم. مفارقة انه صار في عدد كثير كبير من الناس اللي عم بغنوا هيدا هيدا اللون بطريقه ان كانت منيحه او مش سيئه. صح عم تشوفهم كلهم. ماني اعمى. طيب وصف لي المشهد. علي قاعد بقصره العاجي وتحته فيه كل الفنانين الصغار والكبار اللي عم بغنوا الترند تبع علي الديك، وانت قاعد عم تتفرج. عم تتفرج على شو؟ لك اقول لك شغلي، يعني عم بشوف في منهم اصوات حلوه كثير. في اصوات حلوه في محلات. يعني بتقصد على مين؟ بس انت سمي لي الاصوات الحلوه. يلا ما تقول لي في اصوات حلوه، قل لي في هيدا صوته حلو وهيدا صوته حلو وهيدا صوته حلو. بلبنان ولا بسوريا وين ما بدك. عندك انت كم هائل من الناس اللي عم بغنوا لون ساحلي؟ قلت لك انا يعني بسوريا بعد لك كثير وبلبنان بعد لك. عدل اثنين من لبنان واثنين من سوريا. ايه ما فيني قلال، بيطلع قلال يعني اذا عديت. طيب ثلاثة بثلاثة مثلا. يعني في اصوات كثير بلبنان. مين؟ بلبنان؟ لكني انا اذا بدي عد النجوم الكبار، وفي منهم صغار صوتهم حلو. يا حبيبي سمي اللي بدك اياه. بس خلص يعني في كبار وصغار. لك يا خيي سمي لي ثلاثة، بس سمي لي ثلاثة حتى. لك مثلا من فترة ايش في غليلة يا خيي؟ اسمع هذا عم لك السيئين، عم لك المناح. مشان ما نقول اللون انه كمان نتهم العالم انه راح اللون. يعني من فترة الله يطول عمره ويخلي لي اياها حبيبتي وصديقتي وضوء عيوني نجوى كرم. اخذت اغنيه ساحلي من شعار من عندنا من الساحل، اغنيه كسرت الدنيا معها على شو هي؟ ملعون ابو العشق كسرت الدنيا. هي لون ساحلي. مظبوط لون ساحلي والسولو ساحلي وتيرارا. طب لحظه، اذا علي الديك بده يغني ملعون ابو العشق كيف بقولها؟ مثلها نفس الشيء. مثلها قل لوني لوني قل قل بالميكرو. لا هي قل بالميكرو. قلت لك مثلها يا خي. قل لي بدي اسمع بصوتك. ما في مثلها يا خي. بدي اسمع بصوتك. بدي اسمع بصوت علي الديك. فورا تكرم عينك. فورا يا حبيبي. فورا يا حبيبي. ملعون أبو العشق يوم اللي ناداني، يا يوم ما كنت أحبه ما عاد يهواني. ملعون أبو العشق يوم اللي ناداني، يا يوم ما كنت أحبه ما عاد يهواني. ترى 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 لبكي واهل دموعي. روعة روعة. خي مين غير نجوى كرم بيغنوا؟ ايه كمان بدك تقلي غني لهم كلهم. لا ما حدا واحد غير الله ما بيحصل. سمير بس اسمائهم اثنين بدي غير نجوى كرم. لبنانية اكيد. لبناني؟ ايه. لك والله في كثير، يعني في كثير. هلا بجوز ما اكون حافظ الغنية يعني. بلا ما تغني بس قل لي اسمائهم، اسماء المطربين يعني. اللي عم بغنوا لونك اللون. ايه بغنوا لون. ايه على بغنوا. هلا نجوى بتغني لوني وغير لون بتغني. اكيد اكيد نجوى يعني اللون الساحلي. بس هي بعلبكي زحلاوي يعني لونها قريب من لوننا كثير، فما كثير في فرق. ابو علي من الحمزين كمان يعني وقت اللي بغني لوننا بيبدع بجود في اكثر مننا يعني. اوكي. ف مين كمان؟ هلا في والله فارس كرم. فارس كرم كمان بغني نفس اللون؟ يعني بغني يعني قريب من هاللون. يعني عنده اغاني غير لون. ايه. بس اذا غنى كمان صديق والحبيب. يعني فارس حبيب قلبي كمان الله يرحم بيه كمان بغني اللون وبيجيده. ايمن زبيب بغني هاللون. هادي خليل ايمن زبيب. هلا لك هادي بعلبكي رايح على بعلبكي يعني. قريب منكم. قريب قريب مننا كثير. ايمن زبيب. ايمن بغني لون يعني بغني دائما وابدا اغاني يعني بياخذ
من ملحنين سوريين، أخذ من سائر ومهر العلي، أخذ من حازم كرم، وأخذ يعني هذا لون، هذا لوني يعني، هذا لوني من الحاصودة يعني عم بحكي. ميم ميم. بعد الحاصودة صار هذا اللون. طيب علي بس درجت هيدا اللون وصاروا كبار النجوم يغنوه، ما خفت على حالك قلت إنه هلا كل النجوم صار عم بغنوا اللون ساحلي وأنا شو بعمل هلا بحالي؟ هلا عم بدي خف هلا ولا بالأول؟ بوقتها بوقتها بس بلش بس تعرف شو صار معي بالأول؟ شو؟ إجا صحفي لعندي قام سألني، كنت جاي لأعمل لقاء بلبنان فسألوني وين رايح هذا اللون؟ قلت لهم بوعدكم تشوفوا نص نجوم الوطن العربي عم يغنوا لهاللون. طبعا كيف اللون؟ اللون الموسيقى. أنا عم بقول لك هلا أول شيء كانوا يغنوا، ارجع لورا، كانوا يحطوا مثلا زورنا أيام سميرة توفيق، زورنا المزمار هذا اللي بيحطوا على عين منيتي بس. أما مثلا أعمل لك شغلة مثلا، هات سمعنا من سمعني شي سولو، سولو إلي تاني تاني مثلا. هيدول هنكات تبعك هاو هاو بس يعني هودي بلشت فيهم بال 97 انا ومحمود الصالح وعبد الرحيم الصالح، يعني هيك بلشنا. بس يعني مشان كان في غير مبلشين معي يعني مشان ما اكون بقى انا كمان بسوريا. انت نشرته؟ انت نشرته؟ انا بال 2000 بال 2000 انا نشرته لهذا اللون عربيا 100%. طيب كثير في اراء اليوم علي بتقول انه هيدا اللون انتهى خلص، ظاهرة كانت ووقفت خلص وقتها. كيف يعني ما فهمت شو يعني؟ شوف رجع طلع علي الديك وفتح باب الأغنية البلدية الساحلية إذا بدك. وين أني طيب؟ وين أني عم بحكيك عنها أربع خمسة حتى علي الديك والساحلي إذا بدك، يعني اللون الساحلي السوري اللي درج على كمان كان على علي وحسين وشباب. لا قلن قلن وجودهم، عم نحكي عنهم ولا عن غيرهم؟ لا عم نحكي عن ظاهرة، هن فتحوا باب هيدي الظاهرة. ايه هن فتحوا الباب. يعني الشاطر بيشتارته، اللي بيبقى موجود بيكون عنده شيء. بس وصلت الرسالة، ما يعني ما خلقت شيء جديد. 20 سنة نحن وائل صديق وحبيبي. عم بقول وائل انه خلصت. لا 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 اسمع 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 لا قال لك لا قال لك في مطرح، قال لك علي الديك وحسين يعني بتخصه قلت له انت لا، قلت له عن اللون، قال لك الشاطر اللي بيضل فيه 100%. ما احنا ضلينا فيه، ما طلعنا برا الساحه. فلا لا بدك تكون، ما بدك تعرف شو عم بيقول. شو بقول رودولف يعني انت عم عم شو الزلمه هذا؟ شو 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 النبي تبعك انت؟ مين بس منين جاي انت؟ هذا امون، هذا بدي هذا تابع لا 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 امون حبيبي. انا عم بيقول لك هو اللي ضل بطل. ايه فنحن ضلينا. انت بقيت طبعا طبعا ل 20 سنه يعني شغلي هي مرقت من 2001. اللون خف وهجه او لا؟ ما بيخف معي، مع غيري بجوز يخف، بس انا ليه مع غيرك بجوز يخف؟ هلا اذا واحد جديد وبجوز ما يخفها. عم بحكي عن نجوم، عم بحكي عن شو بدي بجديد؟ تكلم من جديد، تكلم جديد. مش عم قلك امبارح نجوى كرم عملت غنية ساحلي كسرت الدنيا يا زلمه، ملايين جابت لها. شو معناتها خف اللون؟ ما خف. لا لا اللون ما بيخف وقت اللي بتقدم شيء مدروس وشيء موزون وشيء محله. هاي طب انا مثلا اغاني 100 مليون و90 مليون و80 مليون مشاهده، هذا شو بيكون خافف ولا طاير؟ طاير طبعا. بطلع طيب. حفلات شغلك. انا الحمد لله بالطياره هسه لوني مثل ما هو احسن بكثير من الاول. يعني بالاول كنا شيء وهلا النظريه بتقول انه نجح علي الديك لانه الازمه بسوريا ادت الى انتشار عدد كبير من السوريين خارج الاراضي السوريه وصاروا منتشرين بكل انحاء العالم، مشان هيك الناس بدهم يسمعوا سوري، مشان هيك نجح علي الديك، صح او لا؟ هلا انت لك رودولف يعني انا بدك لحتى نحكي معك بتجرد ولا بخليك عم تحكيني هيك؟ احكي بتجرد. لك انت زلمه اعلامي كبير، يعني انت منك يعني ما بحطك انا بسويت غيرك. عم بنقول لك وجهه نظر اخي، ما بصير تنقل لي هيك وجهه، يعني وجهه واحد بس ضعيف. انت مش سامع هاي وجهه نظر؟ مش سامع حبيبي قال لك شغله معها قبل او لا؟ والله اول مره. لا والله أوف. عم تقول لي بالعالم. لك انا بال 2003 طلعت على استراليا
ورجعوا على التاريخ وادخلوا على اليوتيوب وشوفوا الحفلة كيف كانت. و2004 رحت عملت 22 حفلة بأمريكا. يعني عم تقول انت انه قبل الأزمة كنت عم تعمل حفلات بأمريكا وبأستراليا؟ كنت روح يعني كمان مشان صحح لك يعني. يعني قول اهلا. صحح لقلبك صحح للناس. لا خلك قول اهلا اول ما اطلع مشان اكون انا بقى صريح، اهلا بشعب لبنان العظيم اول شيء. تقب الصاله مثلا يكون فيها 2000 او 1005 يعني 1003 يكونوا لبنانيه والباقي متفرقين سوريين سوريين جزائريين. هلا صاروا 1005 سوريين. لا 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 هلا تعادلنا نحن وياكم. شو صاروا ما صاروا يعني ما تعادلنا هسه ما بنلحقك. ما بتلحقنا ما هو مثل اللحقك يعني هسه مطولين. طيب علي بسمعك بعد انتقاد للون الساحلي. على كله بدك بشرفك لا تسمعني انتقاد. ايه شو انتقاد شو يعني؟ بدي اسمعك انا. لا لا اذا بتريد تعال لك تعال لك. اسمع اسمع لا اسمعني بس تعال لك. ايه هلا ليك اذا سمعني حدا عم ينتقد عم ينتقدني انا ولا عم ينتقد شو؟ لا الاغنية السورية الساحلية. ما تسمعني. لا ما بدي اسمع. سمعوه ما بدي اسمع. سمعوه بشرفك ما بدي اسمع. ما سميت فن الساحل انه فن جعير. انا عم بحكي على طريقة الغنى. أي. في ناس بتغني جعير. فينا نعمل غنية باصوات قوية بفرق بين الصوت القوي والصريخ والجعير اللي حكى عنه. علي ديك صوته قوي ولا بيصرخ؟ علي بيصرخ كثير يعني. يعني علق مشان ما نزله مشان ما نقول نحن امتى انا بحب اسمع علي وامتى بس بحب اسمع حسين الجزمي. ايه. انا وقت بيكون في عندي حفل ودبك ورقص انا بدي علي ديك. ممثل محمد خير الجراح ادخلوا لي وقت اللي صحح محمد خير جراح قال لهم انا من قال لهم انا على الديك انا مؤمن فيك فنان. قال 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 هيك. لا وبعدها قال رجع قال هيك لما بروح عارف بده على الديك. لا بس قال على الديك بصراحه. لا لا ما قال لا لا عمالك لا لا هلا هلا قال صوته قوي بلقاء ثاني حطوا له لقاء ثاني قالوا على الديك صوته قوي. شو بيصرخ يعني كيف انا بدي اغني هيك صريخ انا مثلا كنت بعقلاتي وعين الله علي انت وجمال هاي الطبقه اللي مغناها بالغنية حلوه مثلا صاير باليوم القصير هاي الطبقة لتصحيح لمعلوماتك يا فنان بذكرك ألف مرة بس أنت يمكن بجوز يوم البرنامج أم الياس حبيبة قلب أنت بجوز هون خلطت عباس بدباس أنا لا أنا هون كنا مشان نشد المشاهد ويا حبيب قلب هذا هون صرنا نعلي صوتنا. محمد خير جراح جابني على برنامج وطلع معي فيديو كليب. محمد خير جراح قال لهم كاريزما كبيرة علي الديك هذا صديقي وما بيغلط هذا فنان وبيفهم بالفن. علي الديك نجاح علي الديك انت شو بتقول عن علي الديك؟ انا بقول من اهم نجوم الوطن العربي. انت علي الديك جاي عبالي يقول له يسلم لي شغلي بس خايف ما بيطلع على التلفزيون. طلع اقوله دخيل لل طيب علي علي الديك النجاح اللي عمله الكبير ازعج فنانين لبنانيين وعرب؟ مبسط لا ما ازعج. لا طيب لا. في نجم لبناني طلع باحدى اللقاءات وقال عن علي الديك انه عمالك 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 لا خليني لك شو قال اول شيء وتقول لك مين. لا لا ما تقول لي مين ولا تقول لي شو قال. اذا بتريد كبير. اذا بتريد لك يا خيي اذا بتريد بس بس تواصل شغله يا امك اسمعني اسمعني بس لك شغله في واحد وفي اثنين ما بدك تكون صريح معه. انا بدي اقول لك لك يا خيي شفتني رديت انت شفته لعلي الديك انا انت اليوم موجود لك يا خيي انت ما بدك تسمعني بدي اسمعك لك يا خيي انا بدي 100 واحد قدن لدر لون ظهري اوف ما تقفف 100 ولك انا ديك دير بالك تفكرني انا صوص انا ديك وايمت ما بدي بصيح وانا زلمي وبعجبك يعني انا قبضاي وقد الحزن والفرح ما في شك انا قد الحزن وقد الفرح انا لو بدي رد على هالكلام يعني انا بكون رحت على مطرح ما بحبه واذا رديت انا مزعج الفنان أنا اللي عم بحكي لك عنه هو رودولف 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 اسمعني اسمعني بشرفك انا لو بدي رد انا مزعج جدا انا كنت رديت عليك انت كنت رديت على هشام وقت عم يجمعني يعني معقول ما بتفهم بالمغلى انه انا صريخ مثلا انت عم تقول له مثلا انه علي الديك موتو راح يعني عم تجملني معوجه صار إيه انت عم تجملني ما رديت عليك لا طيب انا لو بدي رد عليك ما بكتب على مثلا بدخل على الفيسبوك لا يا رودولف انت خبصت انت ما يعني ما بعرف اذا بتقول ولا بتطلع ولا شخيت بالحليبات يعني هذا
بدكم بقرة ما يحلبوها بتشخ بالحليب هلا ما تطلعوا ولا هي بعرف بتطلع لا هم البط الحليبات هلا بيطلع علينا شو اسمه بيقول لك عم يعلم اولادنا كلام ما بيسوى انت فورا البط بالحليبات حبيبي بدك ترد بدك ترد على برد معي يا خيب خيال رحمة بيك اسم كبير رحمة بيك بقبره بدك ترد بدك تكون شايله للكلام من ارضه ولك انا مش الموضوع انتهى الموضوع خلص انا ما بشيله ولك انا ما شايفه ولك انا ما انا بالحق انا شايف الطفل بس انت عرفت انا عم يعمل لا 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 والله بس انا بستقل لك شغله لا وحياتك لا وحياتك معي انت عرفت قل لي ايه لا قل لي ايه لا 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 بس اقول لك هي اسمعني شوي اوكي انا لو بدي رد انا لو بدي رد ما بخليك ما بنطرك لحتى تسالني السؤال كنت رديت من ثاني يوم قلت له وقف اعقل ما فينك تحكي على الديك انت غلطان لانه انت اهم منه لا لا ما مش انا شو بيعرف سؤال انت اهم منه لا ما بعرف عندي ثلاث اسئله بدي اسالك انت انهي هاي ما بعرف اذا هو في اثنين في اثنين ما بغى ما بعرف عمين عم تسال انت في زميلك لا برحمه ابوك اوكي برحمه ابوك طيب الاول اللي صوته كثير حلو اللي صوته كثير ما بعرف ما بعرف هلا ما تقول لي صوته حلو ولا بشع اثنيناتهم صوتهم على راسي وعيني حلو وبشع شو اشهر منك خي ما حدا اشهر منك ليك ليك بس لك شغله ما شفت واحد حكى علي اشهر مني اغنى منك ماديا مرتاح اكثر منك هلا اذا مشان ما نحكي ويقولوا عم يتبجح طبعا نحن 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 معنا نعمة الله بس طبعا ما ما يعني خي بكل شيء طالما اني طالما اني ما رديت معنا نعمة الله بالمارينا خيو طالما اني ما رديت لك انت ساعة بتصور لي سيارة وساعة بيصور لي بيشوفني عم بشتري شغلة ما مش معقول ما مش معقول يعني معرض سيارات تحت بيتك كمان لا لا لا, لا, لا بس لا لك هلا انت خل... لا بشرفك لتاخذنا من هون المهم انا عم بحكي لو بدي رد وحياتك وانت اسأل مين علي الديك انت اسأل قبل الفن وبعد الفن انا ما حدا بيدعسني على طرف ولا خرج لا انا ولا حدا من عائلتنا كلها يعني احنا حارتنا طيب. اسمها حاره بيت الديك فانا لو بدي رد بحجمه اللي عم يحكي بحجمه كثير فانا بقول له روح 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 ما حدا يسمعك روح عشان ما سمع العالم بقصتك يعني ما بدي اسمعك طيب. بدي سمعك انا شو. انا بدي سمعك شو اغنيه مكسره الدنيا عليها 85 مليون 85 ولا 30 80 حلو ما بلدغ ولا حرف 85 مليون على يوتيوب نسمع يلا هيدي الغنية اللي مكتسحة العالم العربي إذا حتى ما أقول العالم العربي لبنان وسوريا نعم وتيك توك نعم شوف شو رأيك فيها؟ والله على إذا بدك أحكي الصراحة ولا بدك أنا نكذب؟ لا أكيد تحكي الصراحة هاي الصراحة اللحن وصوته الشاب حلو كلام على الكلام هاي الفلي حشيش ما بع يعني بجوز هو عجبته للشاب يعني ما بعرفه أنا والله وحياة المصحف ما بعرف ربيع العمري بعد الله يوفقه بس صوته حلو الصبية صوته حلو كتير صوته حلو لأنه صوته حلو إذا 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 عجبته بحق له يغنيها وتنتشر هيك لف لا كتير. أنا لا أنا أنا مبارح لك هاي حازم كرم ملحق عنا موزع فجايب لي كلام قال لي بدك كسر الدنيا هيك ها بدك كسر معلم قلت له شو يغني قال شو عالمكسر يا بطيخ جابس يا جابا شو انت مجنون ولا انا بدي غني جابس يا بطيخ يعني عرفت شو انا طيب لو لو عرضت عليك الغنيه لف اللي حشيش بتغنيها بتقول لا ما بتغنيها لا لا ما بغنيها بس كبعد منا الكلام حلو كتير سمعني اغاني كيف بدك اياني عيش شو محبوبي رماني حلو كتير الكلام في اطلب منك تغنيها بدون لف اللي حشيش لو قال لف اللي قدو لف اللي سندويشه طيب قل له لف اللي سمعني اغاني قل لي اياها شو قل لي اياها غني لي اياها اعطينا شيء هيك بيده قول قول يا حبيبي قول برافو برافو ديني مره ما شفنا راحه منها دموع العين بلت راحه منها يا يا ديني مره ما شفنا راحه منها دموع العين بلت راحة منها قالوا للدار بيك قالوا للدار بيك راح
يا يما قالوا للدار بيك راح منها قلت ما يموت من خلف شبايا. يعني كنت فعلا بأول حلقة عم بقولك إنه الناس اشتقت لك عليه. الله. وأنت شكلك اشتقت للناس. شفنا الفنانين كلهم اللي من يعني بنفس الصف أنت وياهم مثل ما بقولوا عملوا حفلات أونلاين طلعوا غنوا للناس ما بعدوا عن الناس يعني. نعم. على الديك ما شفتك ولا حفل لا اونلاين ولا اوفلاين ولا على القمر الصناعي. لك انا اقول لك شغله والله لك يا رودولف انا ما بهواها لهالقصه لانه انا بحب الجمهور بحب شوفه كيف بدي انا وقت بسجل اغنيه باستوديو بطلع بغنيها على المسرح بغنيها احلى من الاستوديو انا بدي عالم بدي شعب بدي بجوز اطلع شي مره احكي لي كلمه تشوفني العالم بس اما شوفني انا عامل لقاء معك كون عم بحكيك بتفرج على الشباب هيك لحتى اخذ استمد منهم طاقة لك بس هيدا امر واقع يعني في أنا ما هو ما قاهرة لا انا قالوا لي لحتى اعمل لك شغلات بس حسيت ما يعني ما رح اعطيهم اللي انا لازم اعطيهم اياه يعني شو بدي غني للهوى ما بدي غني للعالم شايفهم هلا في منهم عملوا وما حدا شافه ما حدا شاف طيب شفت حفلة نجوى ونجوى وننتي ونوال ووائل وأصالة نصي شفت حفلات زملائك يعني حضرتهم أو ما كان عندك اهتمام والله يعني شفت لك أنا مشان بعكزه في وحدة سوقوا لها كتير مني لك لا والله لا والله لا لا شفت بس متى بعد يعني شفت مين سوقوا لها كتير لك حفلة وائل كفوري وائل كفوري أوكي ما هيك معك بالكلام معي ولا لا بلا كتير عملوا لها ضجة تسويق على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا ونجوى شفت كمان شوي ونانسي شفتن عم يحضروا يعني كانت عم تحضر وما عم تحضر فبيطلعوا هدول قدامك يعني عم شوفهم بس يعني انا بشوفهم عم بيغنوا اوكي بس وانبسطت فيهم بس وقت بشوفوا على المسرح قدامه العالم بحسوا انه عم يرندح اكثر عم يغني وينك من ظاهره التيك توك طالما عم نحكي عن الاونلاين ما شفتك على تيك توك ما شفت مطول شوي لتشوفني اسمع يعني شو بدي اطلع اعمل على التيك توك هلا انا ما شفت على فكره ما شفت على التيك توك انه شيء انه اتفرج عليه شفت عالم عم يعملوا تسلي وضحك ليه ما بتطلع بتسلى وبتضحك وبتنكت شو بدي اطلع اعمل له هيك ما ادري شو ما بعرف شو بدي اعمل له ما يعني شو ما بعرف او بقص راسه قال بتحط راس ما ادري مين شوف راسه بجهه وديته يعني بطلع بس بطلع صح بطلع بغني لي موال بطلع بعمل لي خبريه بطلع تيك توك ما بيناسب صورة الفنان ما في شيء ما بيناسب صورة الفنان لازم يحافظ على صورته بالتيك توك يعني انا بحافظ انا يا بدخل لك ما بس التيك توك ما بس الفنان انت فينك تكون محترم وفينك تكون طيب هلا اذا اجوا تيك توك قالوا له على الديك بدك تفتح اكاونت قد ايه بيطلب على الديك برقم لا شوف لا يجوا لا على الهوا هلا شو لا يجوا لا شوف لا يجوا اجوا هلا قلت لك يعني انا بدي يكون عندي شروط كثير انا راسي تنكي ها يعني ما كثير بيزبط معي انا شو من كان يعني بدي يعني ما فيك تطلع ترقص وهيك وتغير يعني ما لك يا بكون فنان يعني مشان ما نزعل حدا يعني هلا في عالم جداد عم يعملوا على التيك توك هذول ما حدا بيعرفه مزبوط يعني اما انا كفنان او هلا مثلا اللي عم نشوفه يعني في فنان يعني يا بدك تكون فنان يا بدك تكون مهرج يعني هيك ما في حل وسط ايه يعني يا فنان يا مهرج فالما بيعرفوا حدا عم يطلعوا يتسلوا فعم يطلعوا مهضومين لانه ما بنعرفه 100% بس انا متعود علي اني دائما انا فنان اطلع اعمل لك شغلات مثلا والله عم بزحف على الارض وعم بعمل او عم ما بعرف حط راسه هيك راسه هون وايده هون قال بده شو عم يعمل هيك انا ما بتزبط كيف بتزبط معي عرفت اذا بيسمعوا اهلي بيتبروا مني والله انا بزماني طولت شعري ما تنزل الصورة أحسن ما أذبحك هلا بزماني طولت شعري كان درجة الشعر الطويل فصار شعري مثل كأنه حاطط له زيت فريم هون بدق غرة هو الحلاق الله لا يوفقه الله لا يوجه لك الخير الله يلكعك بصحة كان بيي يقول لي لقصوا له شعره وهو نايم لقصوا له طيب اخر سؤال بعيد البارت علي ما شفتك ولا مرة ماضي مع شركة إنتاج يعني ولا مرة كان على الديك مسمع على شركة إنتاج لا روتانا ولا أرابيكا ولا مع إنه صار في كتير شركات إنتاج وكتير
جربوا يتواصلوا معك، بس انت بتحط عصب الدولي مثل ما بقولوا، بدك تاكل التفاحه كامله، ما بدك تعطي حدا شيء. هلا انا ما بحط عصب الدواليب، بس انا بعرف حجم حالي وبعرف قيمه نفسي. جاني عقد من روتانا، احمد الاسعد، بوجه له تحيه، صديقي وحبيب قلبي. ما بعرف وين صارت فيه الدنيا هلا. جاب لي اول عقد وثاني عقد ثالث عقد، عم بقرا البنود، يعني عم شوف البنود، عم بتفحص واتمحص. فحسيت شو في بند، شو في؟ قال اذا يحق للشركه اللي ماضي العقد معك روتانا ان تفسخ العقد متى شاءت عندما عندما يلزم الامر. ايه اكيد بحق اللي هي عم تدفع. خليني اكفي، ما تقطع لي حديث، انا ماني بحاجه، ماني بحاجه، مع احترامي الشديد يعني انا ماني بحاجه، مش انا هيك، لانه ماني بحاجه ولا بحب انا اخذ من حدا. يعني خليك من جيبتك ادفع وريح حالك، زل قرشك ولا تزل نفسك، زلوا ليه فيها ازلاله نفس؟ اسمعني ما خليني اكفي لك، حتى عم بسالك بقى ما بدي اكفي لك شو صار، شو قلت له انا؟ قلت له انا هذا البنت شو؟ قال اذا ما عجبهم الوضع معك ببطلوا. قلت له بركي انتم ما عجبتوني. قال لا ما بيصير. قلت شو؟ شو ما بيصير؟ قال لي ما بيصير. قلت له يسلموا، بعمري ما زليت غير لله سبحانه وتعالى، لا بعرف مسح جوخ، وإذا بحبك بحبك وما بحبك غير قدرة الإله ما بتخليني أقول بحبك، غير الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخليني. لأنه بحبه على الديك قربوا لي شوي تشوفوا على القريب. أنا لا متعود مسح ولا متعود بوس ودخيلك ويا بطل ويا كذا، وعمل لي هالغنية. عبر الـ LBCI صوت بيروت انترناشونال، وطبعا عبر صوت الغد استراليا، مكملين معكم بالمواجهه، ومواجهه غير شكل مع نجم غير شكل. الله يطول عمرك. عصبت شيء او بعدك شوي؟ ما كثير، ما كثير، لانه بعرفك قلبك ابيض. خلينا نشوف هلا قلبي قد ايه ابيض معك. ست مواضيع رح اطرحهم عليك على الديك، ممنوع تجاوب الا بكلمه مع او ضد. هلا انا اذا ما فيك تحطني بجوره، يا بقول لك قطعت الحديث. ما فيك قطعت الحديث، بتقول مع، ما في حدا باص، ما في باص، في مع كيفة أو ضد. شو بتضربني؟ لا بتموت. إلى المواضيع، الموضوع الأول علي الديك، هل أنت مع أو ضد كلام الممثل أيمن رضا اللي صرح بأنه السوريين بلبنان يعاملون معاملة سيئة جدا؟ طلع أنا سمعته عم بيقول أنا ما بقصد على كل السوريين وكل اللبنانيين. هو قال لا رجع، هو قال ما بقصد بالشق الفني، رجع قال لا بالشق الفني، لا ما هو قال الفني. أنا جيت بالشق... أنا وعائلتي على لا. حدود وعملوني معاملة سيئة. أنا ما حدي عاملني معاملة سيئة، أنا ما كنت بضل. أنا بدي يكون صريح، أنا يعني كل الاحترام مثل ما بيحترموني أنا بحب. يعني مع أو ضد؟ لا لا أنا ما شفت الحكي. ضد ضد. لا بس إيه؟ أيمن طلع صلح، يعني مش عمال يكون ضد عن، لا بخلي كلام برحمة صلح أبوك. عن الفنانين يا خي، قال إنه بجوز حدي أخي صلح عن الفنانين. ما بعرف. أيه. أنا أقول لك نعم. إلى الموضوع الثاني علي الديك، انت مع او ضد ان النجوم بيشتروا المتابعين والسوشيال ميديا افادتهم وهجن؟ عم يشتروا المتابعين. انت مع او ضد؟ اكيد ضد. ضد انه يشتروا كثير. يعني انت في مع مثل، في مثل بس مش ما ناذي فيه، بس قبل في فنانين عم بيشتروا متابعين، انت مع او ضد الفنان يشتري؟ ضد. ضد قلت لك يعني أوكي. ما شو عم تحكيني تركي؟ ضد الفنان يشتري متابعين، شو بدي روح اش حدا للعالم دخيلك جيب لي واحد؟ طب ما فهمت. طيب والسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا افادت الفنانين وهجن من كثر ما بيطلعوا؟ عم في منهم يا زلمه هلكوني، في منهم هلكوني تعبوني، تعبت. اذا بدك ما رح ترد. صرت بعرف ايمت بيفيقوا وايمت بيناموا وايمت بياكلوا وايمت بيفوتوا على الحمام وايمت بيطلعوا. انا في فنان رحت لعنده على البيت، فت على البيت كانه فايت لعنده، وحياه الله صرت بعرفهم. يعني كمان المفروض الفنان شوي يكون عنده خصوصية له، يعني شوي ليه بزماني في حدا، مشان ضحكك هلا ثواني، رحت لعند واحد على مطعم اول مره دخلت، يا لطيف الكبير، يا الكبير، لك اهلا ولك اهلا، دخلنا ثاني يوم عجبني اكله، رحت ثاني يوم الاستاذ، ثالث يوم الحبيب، رابع يوم ابو علي، اهلا فوتوا فوتش. عم بخف مشايفك طبعا، بقى انت معيشتك من ورا فنك، من ورا لك خاصة المطرب. طب انت علي على السوشيال ميديا مرة نزلت، يعني بتنزل انه اكل، بتنزل هيك؟ انا ما نزلت، انا بعمري كله والله يذكره ولا يعيده، انا شو بنزل والله بتعرف شو؟ انا شفتك منزل، بعت على القناة ومنزل. لا احكي لك، لا احكي لك شو كنت منزل.
بعرف هاي اللي نزلتها وصار علي دوشي. كنت منزل برغل على حمص وهي اكله يعني اكله الاكل طيب شعبي عندنا وما بتكلف شيء وكنا حاطينها يمكن يعني مشان ما يصير كذب 5-6 فخاد فريري فروج دجاج 5-6 فخاد دجاج يعني ما حط عليها لا كافيار ولا حط عليها سوشي ولا برغل مع فروج 4 يا لطيف يا لطيف شو سووا لك فيني لك عم تضرب برغل ولك لك يعني عفوا يعني يعني اقل العالم بياكلوا برغل لك يا جماعه حسدتوني على لقمه برغل وامي عامل يعني انا بنزل مثلا اوقاتها مثلا اذا اكلت بامي ما بتكون مبينه اللحمه فيها بشيله مشان ما يبينوا صحن حمص صح شو تسوي يا حبيبي بشرحوك العماده يعني في شيء عظيم انه ما بصير تاكل في حد يغرب ياكل هذا يعني بس انا بصراحه والله ما بحب مع او ضد نانسي عجرم ظلمت بسوريا بقضيه السارق السوري اللي دخل منزله ليك مع او ضد مع او ضد خليني اخدمك فاصل بعدين فاصل بعدين بس شو صار بالقضية؟ القضية شو صار فيها بالأخير؟ خلصت قدم شو صار؟ لصالح نانسي طيب إذا حرامي جاي عليك على البيت مين ما كان يكون؟ إن شاء الله يكون خي حرامي جاي عليه على البيت إذا حرامي إذا كان بريء طبعاً ضد أكيد إنه تقتله بس إذا كان بيعرفهم ضد الرأي العام والإعلام السوري ظلم نانسي أو لا؟ لا ما كلهم في عالم قالوا إنه إذا سراق ما بيصير نسمح له يدخل يسرق وإذا كان بريء ما بيصير نقتله عرفت؟ ميب. خاصة دخل على الأولاد يعني بدك تطلع هذه الجملة دخل على بيت مش بيته مش أولاد خي أنا عم قل لك في عالم قالوا إنه بيعرفهم في عالم قالوا دخل على بيت لا أكيد يعني أولاده أولاده يعني كيف بدي خلي واحد يدخل على أولاده وقت اللي بتخلص بس تخلص بس أنت شفت الحملة الكبيرة ضد نانسي اللي صارت؟ والله ما شفتها ما شفتها والله أنا شفت اللي كانوا متضامنين معه طيب إلى الموضوع الرابع على الديك يعني ضد أكيد يعني ضد إنه انظلمت نانسي بسوريا الجنس قبل الزواج مع أو ضد بنطلون جينز يعني لا مش لا بنطلون جينز الجنس قبل طلع من قصة غير غير الحديث مع أو ضد هلا بتسمعنا مع أو ضد بتقلي بتقلي أمي فتحوا كذاك يا ابني تعلمت هالحكي أكيد أكيد ماني مع منك مع لا شو سيارة عم تجربها أنت قبل تشتريها يعني نهب 2020 يا علي بس إنه هذا الموضوع مني معه يعني خد لك بوسي مرقة بوسي خلاص روح مرقة عبطة بوسي بس إما أوكي أما الفحشاء هي لا أنا ضد أوكي يعني تخيل كله أحمر تابلو يخي يقول وحدة مع أنت مع ولا ضد بهذاك الموضوع أنا مع الجنس إيه مع قول وحياة ابني والله عظيم على أختك بتريد هذا الموضوع لا بحياة ابنها شو لا لا لقد إيه عشوبك ترضاها على العالم شفت كيف حطيته بخانت ليك الله يقبركن عيونكن إذا بتشيلوا ولا هاي طيب ما زالك هيك أنت ضد الجنس قبل الزواج جنس إيه قبل الزواج إيه عم أقول لك أكيد ضد والله ضد أنت عايش وحدك إيه حط عينك في عيني والله حط عيني بعينك والله العظيم حط عيني بعينك ها حط عيني نادل شوف أنا ضد خيي أنت عم تحكي اسمعني نادل العفة خيي ما بدك أحكي معك كلمة احكيني أنت بدك تتزوج وحدي أكيد يعني أنت مثلا تعرفت على وحدي شهرين زمان رحت عملت معها شيء ما بيسوى يعني ما بيسوى؟ هيدا هو بيسوى شو بيعرف إذا بيسوى؟ العمى العمى بدي يوقعنا بورطة زلكته بخانت لي لا هو ليك لا لك والله أنا ضد يعني أنا ما بريد لأختي ولا بريد لبنت خيي ولا بريد لحدا من عائلتي ولا بريد لا ولا أنت ولا واحد معه بس أوقات بتصير صارت هلا شو هلا صارت عم تصير خالصة يعني فورا أوكي يلا إلى خامس موضوع على ديك أنت مع أو ضد المساواة بين الرجل والمرأة أكيد شو لك أكيد شو مساواة إيه المرأة مثل شو بتنقص عنك المرأة ما بتنقص شوف كيف بده يعني أنت مع الحمد لله طلعت وحدة مع آخر موضوع على ديك أنت مع أو ضد الفكر المتعصب اللي بيبيح للرجل تأديب زوجته بضربة ضربا وسطيا يعني مش إنه مبرحا على لك لا مبرحا ما يعني في شيء كاف هلا ما بقى في شيء وسط ولا بقى في لا توقعني ما بقى في شيء وسط ولا بقى في شيء الضرب لا أقول لك شغلي الضرب والله يعني الضرب صفى شغلي
هي كل عمرها ما أنا محبزة أكيد يعني أكيد خاصة إذا كانت يعني ما بعرف مش إنه ما أنا محبزة مرفوض إنه رجال يمد إيده على ما من هلا عم بحكيك من قديم بس إذا كانت المرة شوي صعبة يعني إذا بعقل لك فيها صوت معلش هلا عم نمزح أنا ضد قربوا لي على الديك شوي قربوا لي على الديك أنا عندي بس بتقرب خلاص أضرب لك فريم بقى خلاص وزحونا فيه للزلمة حايش ستوب عبر الـ LBCI صوت بيروت انترناشونال وطبعاً عبر صوت الغد أستراليا مكملين نحن وياكم ونجم حلقة اليوم علي الديك علي جاهز للمواجهة شفت انت هلا رجعتني لتبع هذاك أول شيء أنا جولي تاني هلا أول علي يلا يلا يا حبيبي جاهز للمواجهة كيف لك شو ما كانت يعني أكيد ما بدك تكون لأنه بلشنا على الختام يعني الختام مسك يلا يلا ثلاث سناديق واحد عندك لبس بدلي يعني مرتب حالك مقدمه ثلاث سناديق واحد اثنين ثلاثة رح تشوف رح تشوفهم قدامك بدنا انك تختار اول مواجهه مع مين رح بتكون واحد بالبوكس رقم واحد سؤال سر ليه بعد ما تجوزت والله يمكن مني يمكن بجوز مني انا انه اهمال مني وعدم قناعة كان بالزواج يعني هلا ناوي ان شاء الله بس انه بالاول كان يمكن عدم قناعة هلا في ان شاء الله يعني هلا انا يعني لازم اتزوج اكيد انا بي يعني الله يرحمه موجوده سعيد الحظ يعني ان شاء الله اكيد ان شاء الله لا موجوده ان شاء الله موجوده باذن الله موجودة أو مش موجودة على شو تسألني من بي ومن أمه ومن خي خلص كناك بنجر بنشوف خي من يتجوز تفضل شرب لعيونك قول يا رب خلص قول يا رب طيب يا رب حط إيديك وجهك مي بارد هيدا وعد على مرة كنا بأستراليا فهو عم بيحرم ما بيعرف فقال بدي ما بيقولوا حط إيديك وجهك قال لي حط إجريك وراسك مي بارد هاي اللطشة عم يلطشني أسكت يلا غير بوكس أي غير صندوق هلا أنت مرتب لي هون يعني أنا راح أقول طيب البوكس رقم اثنين رقم اثنين يلا رقم اثنين أي اتصال بوالدة علي الديك ما له معروف تصلي لي بالست أم علي أم محمد يا حياتي لو سمحتوا يعني يا في كتير أسئلة بدي أسأل إياهم شو السلام في كتير يا عمري في كتير أسئلة بدي أسأل إياهم مساء الخير ست أم محمد الله يسعد المساء كيفكن حبيبي اول شيء العوض بسلامتك العوض بسلامتك وان شاء الله يا رب تكون خاتمه احزانكم ان شاء الله بتعيش ان شاء الله بتعيش وتاكل عمره يا رب تسلم يا عمري انت ست ام محمد يا حجي يا عمري يا روحي ولك يا عيني هالصوت كيفك ان شاء الله مثل ما تشوفك وكل رقيب لك دخيل اللي بعتك محلاكي سمعاني الزواج سمعاني الزواج هيدا الموضوع اللي اسألك فيه كيف قلنا شو يا اخي وادي هلوي بدي هلوي ست ام محمد كيف سكتي له لعلي لهلا بعد ما فرح لك قلبك والله عم قل له ماما عم قل له مني والله قلت له مني خيو مني خلص بعتذر من اجريكي بعتذر يا حبيبي تروحي ها لا كلامك لك دخيل الله شفت شو قالت يا ام محمد قولي لي شو بيعني لك علي علي يعني غير انه ابني كل اولادك اكيد تحبيهم اخي الله وكيلك بيعني لي الدنيا كلها ايه والله هذا ما في الله يخليلك يا رب ويخليلك ولادك كلهم ست ام محمد والله الحمد لله كلنا كويسين والله شعلك كويس بس بتعرفها يعني ست ام محمد اول شيء كمان بدي عايدك بدي اقول لك بكره عيد الام و ان شاء الله تضلك خير يا رب يا حبيبي تسلمي علي شو بدك تقول للوالده عيدها هلا بدي عايدة بدي اقول لك يا مو كل عام وانت تاج راسي وحبيبتي وروحي وقلبي والله يرحمه لبي ويخلي لنا اياكي انت يا الله يرحم الجميع يا ماما الله يرحم الجميع يا عيني بحبك كثير لك الله يخلي لي الصوت ضلك فوق راسهم ست محمد يا رب ان شاء
ثانك يو على الاتصال حبيبي. عم تعزمك لعندك اكيد طالع اكيد. قولي له قولي لي خدني يلا سيوه بكره ان شاء الله. يلا. بس يلا ان شاء الله هالكم يوم يروح قلبي. انت شكرا لك ست ام محمد. علي عيد الام. ايه انا جاي لعندك. حكى معي الشاعر رامز خليل اللي كتب لي الحاصود اللي كتب لي علوش واللي كتب لي مشان عم تدلع وكتب لي يعني كتب لي والقالب غالب. قال لي ما بخليك تروح فاضي اذا سئلت شيء عن الام لانه جاي عيد الام. قال لي بجوز يقول له غني للام. قال لي خذ هاي هات لا يعني انا ما بجوز يقول لك غني للام. جايب معه الاورج يا خي الاورج لشو بالبرنامج هيدا. انا مشان اذا قلت لي غني شيء موال انت مثل الجندي بتروح معك سلاحك. برافو عليك. يا امي شو عبالي وضحكت عينيك قبالي همي مهما يكون كبير وتكوني انت بخير ولك بحس بحالي انا زير يا امي وعنتر خالي. همومي لو بتصير جبال همومي همومي يا همومي لك همومي لو بتصير جبال وسهام هالقلب الطال يا قلبي. يا امي لو قالوا نزف جروحي وحسيت رح تطلع روحي بكلمة الله يرضى عليك بتشفي لي هالقلب الغالي. يا امي شو عبالي. الله علي يسلم هالتم حبيبي علي الديك. بعد في عنا بوكس واحد أخير هيك ولا بوكس ما بوكس هيك بوكس يعني صندوق عما رقم ثلاثة هيت لنفتحه خالصين يعني دايما ايه. عتب على ملاحظة لي أي واحد بك نقي لألك أنت لا مش لألي عتب على ملاحظة لي ايه ما في ما في في لك أخي ما في وحيات رحمة بني عميات بين فكر رعاتك تفكر جواب على السوشيال ميديا على بلاتفورم صوت بيروت انترناشونال وعندي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عبر ال بي سي اي بتشوف جواب علي الديك بعد الحلقه مباشره. شكرا علي. حلقه بتاخذ العقل طول لي عمرك. ثانك يو كثير لك. كنت صريح وكنت جريء بنفس الوقت طول عمرك. بدي اتشكرك الله يخلي لي ومع انه ما لي قلب بس بعده